وفق آخر تقييم وطني للمناخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وجد العلماء أن 95% من الانبعاثات الكربونية تسببها نواتج احتراق الوقود الأحفوري. وتوقع التقرير أن تغير المناخ سيكون له أضرار على المدى الطويل تمس البنى التحتية وتعيق النمو الاقتصادي إذا لم تعمد السياسات الحكومية إلى أخذه بالاعتبار في السنوات القليلة القادمة. وفي إجراء عملي ألغت إدارة بايدن تصريحا لخط أنابيب البترول كيستون إكس إل، وهو مشروع ضخم لمد الولايات المتحدة الأمريكية بالنفط القادم من الحقول الكندية شمالا، أثار جدلا كبيرا لسنوات عدة بسبب تبعاته المدمرة على البيئة والمجمعات السكنية التي يمر بها. في كل مناسبة يجدد بايدن تعهده بخفض انبعاثات الكربون ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري، يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي سيل من التعليقات والمنشورات التي تشكك بسياساته وأهدافه وتداعياتها على نمط الحياة الأمريكي. الرئيس السابق دونالد ترامب كان صوتا أمريكيا مرتفعا ضد سياسات الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، ولم يوفر منبرا لإطلاق الاتهامات للتشكيك بظاهرة التغير المناخي وصولا إلى اتهام الصين بابتكار مفهوم الاحتباس الحراري. واعتبرت مجلة نيتشر عام 2020 أن ترامب كان له دور سلبي على نشر المعلومات المضللة، وأن التعافي من الرأي العام المتأثر به يحتاج لعقود. نتائج البحث الرقمي أكدت ما جاءت به مجلة نيتشر، حيث وجدنا عددا كبيرا من الادعاءات الخاطئة لا تتعلق بالحقائق العلمية بما يخص الطاقة المتجددة، إذ نسب عدد من المسؤولين بما فيهم حاكم ولاية تكساس انقطاع التيار الكهربائي في الولاية في شباط فبراير الماضي إلى قصور الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الوفاء بحاجة السكان من الطاقة، بينما كان السبب يتعلق بتأثير الدوامة القطبية الذي أصاب الولاية وعطل نظام الطاقة فيها. مع ذلك فقد كان قرار الولاية عدم الانضمام إلى شبكة الطاقة المتجددة في الولايات الأخرى، واعتمدت قرارا يفضي إلى التحرير الشامل في قطاع الطاقة ما ضاعف من استهلاك الوقود الأحفوري. منتقدو خطة بايدن للمناخ أشاروا إلى احتمال فقدان الوظائف بسبب التحول نحو الطاقة المتجددة، وقالت الجمهورية رونا ماكدونيل أن بايدن مصمم على إلغاء ملايين الوظائف الأمريكية. كما غرد المدعي العام لولاية ويست فيرجينيا باتريك موريسي أن خطط بايدن كانت خطأ فادحا ومن شأنها أن تؤثر على الوظائف في صناعات الوقود الأحفوري. يشير متخصصو الطاقة إلى أن الانتقال إلى المصادر المتجددة والنظيفة سيخلق ملايين الفرص الجديدة بوجود خطط التحول الهيكلي الشامل للاقتصاد المتكيف مع هذا التحول، ويمكن إعطاء الأولوية في التوظيف إلى أولئك المتضررين من عمال وموظفين لتعويض خسائرهم المحتملة. يبقى الجدل القائم بشأن الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة متعدد المستويات والغايات، ويكافح خبراء الطاقة في تفنيد الادعاءات التي تشكك في كفاءة الموارد المتجددة باعتبارها خيارا قابلا للتطبيق. وما القلق الناجم من خسارة نمط الحياة المترف الذي انبنى على اقتصادات الوقود الأحفوري سوى تعام عن الخطر المحدق بكوكب الأرض وتجاهل لكل الظواهر البيئية المتطرفة التي تعم مناطق عديدة من الأرض؟